للتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. مرحبا بك يا أستاذ نظير. حياكم الله. وأرحب عبر سكايب من باريس بالسياسي العراقي الأستاذ أمير المفرجي. أستاذ أمير مرحبا بك. أسعد المساعد. أبدأ معك أستاذ نظير. آلة القتل لا تتوقف، مع ذلك نجحت المليونية التي دعت إليها اللجنة المنظمة للتظاهرات. كيف تراقب سير التظاهرات مع حصول تفجيرات في ساحة الطيران؟ يعني أنا ما أرى أن المتظاهرين عازمون على أن لا يفضوا تظاهراتهم، بل هم في تصاعد مستمر لهذه التظاهرات وهذه الانتفاضة إلى الحد الذي يصلون فيه إلى تحقيق أهدافهم. بالمقابل النظام العراقي مصر على أن لا يستخدم سوى لغة واحدة هي لغة القتل، ويحاول جهد إمكانه زرع الرعب والخوف في هؤلاء المتظاهرين الشباب، يعني بدءا بالاختطاف، بدءا بالاغتيالات، والآن انتقل إلى مرحلة أن يفجرون عبوات داخل ساحات الاعتصام، وهذا تطور خطير حقيقة. يعني أنا يعني لا أعرف لماذا العالم يراقب ما يجري في العراق وهو في حالة صمت. يعني النظام الآن وميليشياته يفجرون الشباب العزل، يعني إلى أي مدى يصل النظام في إجرامه لكي يتكلم المجتمع الدولي؟ نحن الآن في حالة أن النظام العراقي عازم وبكل قوته على فض هذه التظاهرات وبالقوة، وتم تسريب مثل هذه الخطط الذين تبرأوا من عندها، لكن واقع الحال يدل على أن هذا النظام عازم على تنفيذ هذه الأجندة بمحاولة فض المتظاهرين وبالقوة، وهذا ما نراه في هذه الأيام. نعم. على الرغم من ذلك، أتوجه بسؤالي للسيد أمير من باريس، على الرغم من ذلك إلا أن رقعة المظاهرات والثورة، ثورة تشرين، تتسع يوما بعد يوم، والدليل على ذلك المشاركة الكبيرة في تلك التظاهرات التي حصلت اليوم على سبيل المثال. يعني كلما ازدادت مدة التظاهرات أكثر نرى زخما أكبر في حضور الجماهير إلى الساحات وإلى الشوارع. كيف تفسر ذلك؟ شيء طبيعي أن تكون المظاهرة أو انتفاضة تشرين، انتفاضة العراقيين، هي بهذا الحجم، بهذا يعني بهذه القوة والاستمرارية، لأنها انتفاضة يعني بكل معنى الكلمة، انتفاضة لها قاعدة شعبية كبيرة، قاعدة شباب كادح، ولا يعني بالإضافة إلى ذلك أن هذه الانتفاضة قد أعطت الكثير من الشهداء، قد أعطت الكثير من الدم العراقي. أنا في نظري الانتفاضة وصلت إلى مرحلة لا تستطيع أن تتوقف بهذه السهولة، بالعكس هناك اتساع وهناك تطور واضح للانتفاضة العراقية، وأن الحكومة العراقية والنظام العراقي على علم بهذا، ولكن أنا في نظري أنه نوع من الهروب إلى الأمام، أو بانتظار ما سوف تفعله إيران لهم أو أصدقائهم الذين جاءوا بهم إلى البلد. إذن هناك نوع من يعني التضليل من قبل النظام السياسي الطائفي في العراق لأجل البقاء ولأجل يعني انتظار بقوسي رحمة الله التي قد تأتي من إيران. إذن الانتفاضة وصلت إلى مرحلة لا تستطيع أن تتوقف، يعني هل هذا يدل عدم على يعني إفلاس حكومة عبد المهدي؟ نعم، هي مفلسة من أولها وليس الآن، والحكومات التي سبقتها أيضا حكومات مفلسة لم تقدم شيء للشعب العراقي، ويعني ماذا ننتظر مثل من هذا النظام أن يقدم شيء؟ 16 سنة لم يقدم شيء. أنا يعني ما لفت انتباهي بأن الأبواق التي تخرج في الفضائيات لتدافع عن هذا النظام العراقي يقولون أن ما يحدث في العراق من سوء خدمات وسوء يعني ما تقدمه للشعب. أستاذ نظير، هناك يعني فيديو سنشاهده سويا في خبر عاجل الآن وصلنا، نشاهد سويا مشاهدينا الكرام هناك يعني في ساحة الطيران في التفجير الأخير الذي حصل، هناك 4 شهداء سقطوا وكذلك 20 جريحا سقطوا نتيجة هذه التفجيرات في التظاهرات السلمية التي تطالب بإسقاط النظام، ونرى ألسنة النار في ساحة التظاهرات السلمية في ساحة الطيران، وهو هذا التفجير الذي نفذ بأياد ربما تريد لهذه التظاهرات أن
تتوقف؟ كيف تعلق أستاذ نظير على هذا المشهد؟ يعني هذا في غاية الإجرام، في غاية الاستهتار بأرواح الشباب. وأظن يعني أنهم هذا العمل لا يعني هم يحفرون قبورهم بأيديهم. هل يتوقعون هؤلاء الشباب الذين يتم تفجير عبوات ناسفة في داخل تجمعاتهم، هل سيعتقدون أنه بهذا الإجراء سيرجعون إلى بيوتهم ويغضون النظر عن كل هؤلاء الشهداء وهذه الدماء التي أسيلت في هذه الساحات؟ أنا أظن أن هذا لا يزيد المتظاهرين إلا إصراراً على ما يريدون ولن يتراجعوا. ما هي ردة فعل الحكومة، حكومة عبد المهدي، ما يجري من تفجيرات هنا في ساحات التظاهرات السلمية؟ طبعاً الجواب جاهز، هو الطرف ثالث. يعني كل ما تتكلم مع النظام بأن هناك جرائم تحصل في حق المتظاهرين، يقولون هناك طرف ثالث يقوم بقتل المتظاهرين وقتل القوات الأمنية. ويعني الجميع يعرف من هو الطرف الثالث. الطرف الثالث هم أنتم وميليشياتكم، يعني لا يخطئ يعني اثنان. يعني أستاذ نظير، وسؤال أيضا موجه للأستاذ أمير إذا كان لا يزال معنا، ما تفضلتم به من الحديث عن طرف ثالث هو جاء على لسان وزير الدفاع العراقي، قال أن هناك يبدو أن هناك طرفا ثالثا يقوم بتلك الأعمال، وأن القنابل المستخدمة ليست القنابل التي الموجودة لدى الجيش العراقي أو القوات العراقية. المشكلة في أن المسؤولين العراقيين يتحدثون عن طرف ثالث دون تسمية هذا الطرف. نعم، أنا سمعت اليوم تصريح نجاح الشمري وزير دفاع حكومة عادل عبد المهدي، وقد يعني تفاجأت بوجوده في الوقت الحاضر في العاصمة الفرنسية، في الوقت الذي يعني هناك مشكلة وأزمة عراقية كبيرة. يعني لا أستطيع أن أقول لماذا هو جاء إلى فرنسا في هذا الوقت، ولكن سمعت ما قاله، ويعني كان كلامه لا يعني ليس له أي صفة يعني نستطيع أن نصدقها، لأنه كلام يعني بسيط وكلام للقول بأن هم ليس هم المسؤولين عن ما يحدث في العراق. نعم. تكلم عن الطرف الثالث، ولكن هذا الطرف الثالث لم يستطيع أن يقول بالضبط من هو هذا الطرف الثالث، مع العلم أن مذيع البرنامج قد طلب منه أن يقول من هو الطرف الثالث، ولكن تهربه من الجواب. هو واضح في أنه على الأقل لا يستطيع أن يقول من هو الذي يقف وراء هذا الطرف الثالث. والسؤال الثاني الذي وجه إليه هو إذا جاءك قائد قاسم سليماني وطلب منك عمل شيئا ما، هل تقبل؟ قال إنني لم أرى في حياتي قاسم سليماني. وهنا نقطة استفهام على هذا النظام الذي يكذب ولا يقول الحقيقة. نعم، أستاذ أمير اسمح لي بسؤال يتعلق بما يحصل الآن أو بما حصل قبل قليل في ساحة الطيران، انفجار وعدد من الشهداء والجرحى. هل تعتقد أن الطرف الثالث أو هذه القوى الموجودة الآن بالعراق ستحاول جر الجماهير إلى مربع الاقتتال ومربع قتل الناس بهذه الطريقة خلال الأيام القادمة؟ شيء طبيعي. يجب أن نعلم ويجب أن يعلم الشعب العراقي بأن إيران لها المسؤولية الكبيرة فيما يحدث، وأن إيران قد جربت هذه العملية قبل العراق في سوريا. وعندما ستفلت الأمور من قبل إيران في العراق قد تنجر إلى عمل ما عملته في النموذج السوري، أي يعني الهجوم بقوة على المتظاهرين، وهذا ما قد يعني ينقل المعركة في العراق إلى مربع خطير قد يعني يسقط فيه الكثير من الأبرياء. إذن إيران هي التي وراء ما يحدث في العراق، وهي التي تجر اللعبة في العراق حتى لا تصل هذه اللعبة إلى بلدها، لأن الشعب الإيراني هو شعب لا يريد هذا النظام. ولكن الآن الخوف من الحالة العراقية والخوف من أن تنتقل إلى إيران، وعندما تنتقل إلى إيران نظرا لقرب الحدود العراقية مع إيران سوف تكون نهاية العمائم ونهاية النظام الفارسي في إيران. إذن هذه المشكلة هي القتل المتعمد في العراق لإيقاف انتفاضة العراقيين. ابقى معنا أستاذ أمير مفرجي. أستاذ نظير، يعني إيران لا يظهرها حتى لو استنسخ الوضع السوري في العراق، نشاهد مظاهر التفجيرات ومظاهر القتل ضد المتظاهرين مستمرة،
ويعني هذه الاستمرارية ربما تجعلنا نتساءل عن موقف المرجعية التي قالت بأن القوى السياسية ليست بقادرة على تحقيق مطالب المتظاهرين. يعني ما رأيته في الخطبة الأخيرة للمرجعية كأنها يعني على عكس ما في ظاهرها، وكأن يعني كثير من الناس قرأوها بأنه خطاب قوي ضد القوى السياسية وضرورة أن يكون لها حل لمطالب المتظاهرين. وأنا ما أراه أن هذه المرجعية لم تتخلى عن هذا النظام السياسي وعن هذه الأحزاب السياسية، بدليل أنها ما زالت لحد الآن تنتظر من هذا النظام السياسي وهذه الأحزاب السياسية عملية إصلاح لهم. وأنا يعني أتعجب، يعني هذا الذين كانوا يثقبون صدور العراقيين، هل تتوقع منه في يوم من الأيام أن ينصلح؟ من كان يقتلون العراقيين ويرموهم وراء السد في بغداد، وكل يوم في بغداد كانت ترمى أكثر من 200 جثة، هذا النظام المجرم هل يتوقع منه أن يقدم خدمات إصلاحية ويصلح نفسه؟ يعني الفاسد لا يخرج منه إلا فاسد. يعني هو كأنما المرجعية توهمت بما يريد الشعب العراقي والمتظاهرين. المتظاهرين الآن تجاوزوا مرحلة إصلاح للنظام، هم الآن يريدون قلب هذا النظام وإزالته، لأنهم الجميع فاسدون، المنظومة جميعها فاسدة لا يمكن إصلاحها. يعني هو يطالب في خطبته الأخيرة، يطالب بقانون انتخابات جديد ونزيه يوفر الفرصة للناس المستقلين للوصول إلى السلطة، وهذا مستحيل. يعني كيف أنه هو سياسي فاسد وبنى هذا الهرم الفاسد كله بقوته وبسلطته، كيف تريد من عنده أن يقر قانون انتخابي يجعل هناك ناس صالحين يصلون إلى السلطة؟ يعني هذا طلب تعجيزي. لكن هذه المرجعية تحاول أن تخدع الجماهير بأن هي مع الجماهير وضد هذا النظام، لكن في حقيقة الأمر الآن المرجعية تحس ووصلت إلى قناعة بأن هذه الانتفاضة سوف لن ترجع وسيكون لها ما بعدها، لذلك هي اختارت أن تناغم ما يريده المنتفضين من الشباب لمحاولة البقاء على سيطرتها وعلى يعني نفوذها في شريحة من المجتمع العراقي، لذلك هي الآن تنحاز. وإلا في الأسبوع الماضي كيف كان موقف المرجعية؟ كان المرجعي يقول يجب وقف العنف المتبادل، وهذا يستحق أن نتوقف عنده مع الأستاذ أمير في الحقيقة سيد نظير. يعني أستاذ أمير، دعنا نقول تحول في الموقف أو التذبذب، يعني سميها ما شئت، يعني من جمعة إلى جمعة نلاحظ أن الخطبة تختلف فيها، يختلف فيها الرأي تجاه المتظاهرين والثورة، ثورة تشرين في العراق. هل سنكون في الجمعات القادمة أمام مواقف جديدة للمرجعية باعتقادكم؟ لا شك أن موقف المرجعية، مرجعية النجف، مرجعية السيستاني، هي داخل اللعبة السياسية في العراق. التذبذبات والتقلبات التي سمعناها من قبل الناطقين باسم مرجعية النجف تدل على أن هذه المرجعية أو هذه المؤسسة يعني تحاول أن تتأقلم مع الوضع السياسي العراقي. إذا لاحظت بأن الوضع السياسي العراقي قد جاء يعني بخطر قادم على الوضع السياسي الذي يشمل موقعها فيه، لأنها وكما قلت هي داخل هذه اللعبة السياسية التي جاءت بعد 2003، لأن دور المرجعية، مرجعية النجف، كان دورا محوريا ورئيسيا في بناء هذا النظام السياسي الجديد الذي بني على المحاصصة وبني على التفريق بين العراقيين. إذا يعني وضع المرجعية هو وضع يعني يتغير ويتناسب مع الوضع في الشارع. نلاحظ أنه عندما وصلت المرحلة في الشارع إلى مرحلة خطيرة، لاحظنا بأن خطاب المرجعية قد تغير. إذا المرجعية سوف تبقى داخل هذه اللعبة لأولا لركوب الموجة، وثانيا للحفاظ على سمعتها التي فضحتها انتفاضة تشرين. أستاذ نظير، إلى أي مدى تعتقد أن حكومة بغداد ستغير موقفها من التظاهرات بعد خطاب المرجعية؟
بعد خطاب المرجعية أنا راقبت التصريحات، كل كتلة أصبحت الآن إصلاحية ولديها برنامج إصلاحي. تصور إلى درجة أنه نور المالكي الذي هو علم في من أعلام الفساد وهو علم من أعلام الإجرام الآن لديه خطة للإصلاح الحكومي والإصلاح السياسي في العراق، وكذلك عمار الحكيم وغيرهم من هؤلاء السياسيين. كل هذا ان نحن نطبق ما يقول المرجعيه، لماذا؟ لانهم يعلمون جميعا بان المرجعيه لن تتخلى عنهم، وهم يعتقدون بان هذه المرجعيه وبنفوذها على البعض من المجتمع العراقي انها قادره على فض هذه الجماهير وافراغ الثوره العراقيه من محتواها، لكن هذا الامر قد تجاوزته الجماهير العراقيه. الان موقف العراقيين وموقف المنتفضين هو ضد هذا الخطاب للمرجعيه، وقالوا قولتهم، وهؤلاء المتظاهرون خرجوا إلى الشارع بدون أن تفتي لهم المرجعية بشيء، ولن يعودوا إلى بيوتهم بفتوى من فتاوى المرجعية. هذه المرجعية هي من دعمت هذا النظام السياسي الفاسد، من دعم قائمة 555 بال2006، من دعم القوائم الأخرى اللي يسموها التحالف الوطني العراقي اللي هو كان كله من أحزاب الشيعية الإيرانية، وجعلوا العراق بهذا المستوى من الخراب. على هذا الأساس تتوقع أن يكون للمتظاهرين كلمة فصل بهذا الشأن؟ يعني حتى يعني هذا الموقف الذي نراه من هذه التظاهرة المليونية اليوم التي نجحت بتجميع عدد هائل من المتظاهرين هو أفضل رد على خطبة، سواء خطبة المرجعية أو على الإجراءات الحكومية، ويدللون على أنهم ماضون في طريقهم، لا يهمهم كلام فلان وعلان، هم يريدون بناء مجتمع مدني عراقي جديد بعيد عن كل هؤلاء المجرمين وبعيد عن كل فتاوى ذات البلاوي يعني التي تصدر من. لكن على ما يبدو أن المرجعية والقوى السياسية تريد شيئا آخر، وهو إعادة تدوير هذه الوجوه بشكل أو بآخر. هذا هو بالتأكيد. الآن أنا أسمع يعني بعض هؤلاء السياسيين الآن يفتشون على وجوه، ويكون من الأفضل أن يكونوا من الشباب لتقديمهم إلى مناصب حكومية باسم هذه الكتل السياسية. دعني أسأل سيد أمير، إذا كان معنا وقت، إذا كان معنا دقيقة، نتوجه للسيد أمير بهذا السؤال حول محاولة تدوير بعض الوجوه. هل تعتقد أن هذه المحاولات تنطلي أو ستنطلي على الشعب العراقي؟ بالطبع لا، لأن النظام السياسي العراقي قد سقط تماما بعد هذه الحادثة، بعد هذا القتل. وصل العراق إلى مرحلة جديدة، عراق ما بعد انتفاضة تشرين وليس بعراق الماضي، والنظام السياسي قد سقط. ولكن المشكلة مشكلة وقت، المشكلة مشكلة يعني بقاء إيران في العراق. ولكن أنا في نظري واعتقادي الشخصي بأن العملية السياسية قد انتهت وسقط النظام بلا رجعة إن شاء الله. نعم، إذن أستاذ نظير كيف تعلق على ما؟ يعني أنا أتفق معه تماما، وأن هذه الثورة سائرة إلى منتهاها بإسقاط هذا النظام، ويوما بعد يوم نجد هناك تفهم من المجتمع الدولي لما يحدث من جرائم بحق المتظاهرين وبحق الشعب العراقي بشكل عام، ولا نتوقع بأن هذه الدماء التي سفكت ستكون بدون ثمن. سيأتي اليوم الذي يحاسب كل هؤلاء القتلة، ويحاسب كل هؤلاء الفاسدين والسراق للمال العام فردا فردا، وهذا اليوم لناظره قريب. شكرا جزيلا لك سيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كما أشكر ضيفنا من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي أيضا. ونذهب إلى فاصل ثم نعود. شكرا لكم على ضيفتكم.